هلا في عنا بس مجموعة هيك، خلينا نحكي examples exercises على هالمواضيع اللي حكيناها وخلص بنخلص. يعني فعليا خلصنا كل اشي بيتعلق بهذا السكشن من مفاهيم زي ما حكينا. بظل شوية امثلة، يعني اول مثال عندنا هلا prove the identity sine hyperbolic x plus cosine hyperbolic x كلياتها قو ان هي نفسها نفس لو تاخذ هال n وتحطها مع ال x. sine hyperbolic nx plus cosine hyperbolic nx. مين يا جماعة عنده فكرة لإثبات؟ غير شادن لأنه عارف راح تفتح المايك. أنا تفضل يا وئام. بناخذ الطرف اليمين اليسار اليسار هذا بناخذ بدك. أوكي. بنعوض كل إشي شو بساوي وبنجمعهم بعدين نرفعهم لقوة N شو بيطلع معنا. برافو، هات لنشوف نطبق اللي حكيتي. فبالتالي شوف شو حكت وئام، يعني حكت الحكي اللي حكت وئام بصراحة كتير دقيق. ناخذ هدول المقدارين ساين هايبربوليك وكوساين هايبربوليك نجمعهم بعدين نرفع لقوه ان. اذا خليني بالاول اجمعهم بدون ما تكون القوه موجوده من اساسه. هاي ساين هايبربوليك الاكس بلس كوساين هايبربوليك الاكس. اوكي، الساين هو عباره عن ايكو اكس ايكو اكس ناقص ايكو ماينس اكس على 2 بلس ايكو اكس زائد ايكو ماينس اكس على 2. اوكي، طبيعي انه انا المقام عندي هنا موحد، فاذا بس بجمع البسط شو بصير عندي كالتالي. هاي هون اثنين ايكو اكس ماينس ايكو ماينس اكس بلس ايكو اكس اكس هون بلس ايكو ماينس اكس. هلا شو في عندي اشياء بتروح مع بعض يا وئام؟ ايكو ماينس اكس بتشطب مع ماينس اكس السالب، ضل عندي بالضبط 2 ايكو اكس على 2 بتروح يعني 2 مع 2 ايكو اكس بالضبط اللي هي ايكو اكس. هذا يا جماعة انتبهوا، كل هذا المقدار هو مين؟ ساين هايبربوليك بلس كوساين هايبربوليك. بس لسه أنا مش هذا اللي بدي إياه. بدنا إياه قوة N، فإي قوة X قوة N بتساوي إي قوة NX. برافو، ساين هايبربوليك الإكس بلس كوساين هايبربوليك الإكس كلها قوة N بتساوي سينش زائد كوش طلعت معنا إي قوة X. كلها قوة N تطلع معنا إي قوة NX. برافو يا ويام. هلا وصلنا لأنه إي قوة NX، هلا وصلت أنا للطرف الثاني؟ وصلت للطرف الأيمن؟ لا هسه بدنا نشتغل في الطرف اليمين. حلو، إيكو وإن إكس الظاهر عليها إنه صعب أمشي فيها أكثر من هيك، فخلص بما إنه صعب أمشي بهذا الطرف أكثر من هيك، خلونا نروح على الطرف الثاني ونحاول نوصل لنفس النتيجة اللي وصلنا لها هون. فهلأ الرايت هاند سايد واللي هو بيساوي ساين هايبربوليك إن إكس بلس كوساين هايبربوليك إن إكس. هل هذا المقدار بيساوي إيكو وإن إكس؟ هذا هو سؤالنا، هات نشوف. هلا ساين هايبربوليك ان اكس شو اللي راح يختلف؟ بدل ما نعوض اي قوه اكس نعوض اي قوه ان اكس. برافو، لما كان عندي ساين هايبربوليك الاكس حطيتها اي قوه اكس، لما انا يكون عندي ساين هايبربوليك 2 اكس حطها اي قوه 2 اكس، لما يكون عندي ساين هايبربوليك ان اكس بشكل عام اذا بدي احطها اي قوه ان اكس ماينس اي قوه ماينس ان اكس على 2 زائد اي قوه ان اكس زائد اي قوه ماينس ان اكس على 2. هلا هون يا جماعة نفس الفكرة، بتوحدوا المقامات، يعني هيهم عفوا المقامات موحدة، فبتجمعوا البسطين مع بعض بتروح هاي مع هاي، فبالتالي بضل بصفي عندنا 2 اي قوة ان اكس على 2 بتروح 2 مع 2 بضل عندنا اي قوة ان اكس. برافو، الطرف اليمين بيساوي الطرف اليسار. برافو يا ويام. هون عندي اي قوة ان اكس وهون عندي اي قوة ان اكس، زي ما حكيت بجمعهم بتصير عندي 2 اي قوة ان اكس على 2، بتروح 2 مع 2 وصفي معي اي قوة ان اكس، وهذا طبعا بيساوي الليفت هاند سايد. وهيك بالفعل بيطلعوا هدول المقدارين متساويين، عفوا الطرفين. ممتاز، حد عنده اي سؤال على هاي؟ ولا الامور واضحه؟ اوكي، السؤال اللي بعده بحكي لك evaluate the following limit. evaluate الليمت التاليه لتان هايبربوليك الاكس as x approaches infinity. اوكي يا جماعه، يلا حدا غير وئام وحدا غير شادن. شمس، يلا يا شمس تفضلي. محل تان الاكس بعوض قاعدتها واللي هي حفظتيها ولا بتحب اساعدك؟ اي قوه اكس ناقص اي قوه ماينس اكس على اي قوه اكس زائد اي قوه ماينس. برافو، لما بعوض الما لا نهاية هون. يلا لما نعوض انا وياك للما لا نهاية يا شمس، ايكو ما لا نهاية. ما لا نهاية
اي قوة سالب ما لا ناقص نهاية، صفر. بالضبط، ما لا نهاية صفر ناقص صفر على، على ما لا نهاية، يعني ما لا هون نهاية، بدنا نشتغل فيها. حلو، ما لا نهاية على ما لا نهاية، مش واحد يا جماعة، كمية غير معينة، بدنا نشتغل فيها. شو بدك تعمل يا شمس؟ أضرب بالمرافق. تضربي بالمرافق، مرافق ايش يعني هون؟ بدك تخليها ايكو اكس ماينس ايكو ماينس اكس، أو ولا بقسم البسط والمقام على ايكو اكس. او بدك تقسم البسط والمقام على ايكو اكس؟ اوكي ممتاز، يعني فكرة افضل انك تقسم المقام. يعني لما انت تقسم المقام على ايكو اكس، شو بتكون عملتي يا شمس؟ مش احنا برضه بنكون فعليا خرجنا الايكو اكس عمل مشترك من البسط، وخرجنا الايكو اكس عمل مشترك من، صح. هي نفسها، نفس لكن الفكرة. قسمتهم على ايكو اكس. فبالفعل راح اخرج اي قوة اكس عمل مشترك، بصفي هون عندي واحد ناقص. لما انا يكون في عندي اي قوة ماينس اكس واخرج منها اي قوة اكس، قديش بتصير؟ اي قوة ماينس 2x 2 اكس، برافو، 2x على اي قوة اكس، وهون واحد بلس اي قوة ماينس 2 اكس. هلا هاي بتروح مع هاي، وهذا الاكس تقترب من اللانهاية، فصفت معي الليمت بهذا الشكل، واحد ماينس اي قوة ماينس 2 اكس على 1 بلس ايكو ماينس 2 اكس as x approaches اللانهاية. خلصنا من الايكو اكس والايكو اكس، هات نرد نجرب نعوض على المباشر. ايكو ماينس 2 في ما لا نهاية فعليا، يعني زيرو، زيرو واحد ناقص صفر على، على واحد زائد صفر واللي هي يعني يعني واحد. 1، بالضبط. ايكو سالب ما لا نهاية يا جماعة زيرو، وايكو سالب ما لا نهاية زيرو، اذا 1 ناقص زيرو على 1 بلس زيرو يعني 1. اوكي الاكزامبل اللي بعده بحكي لك find the derivative، find the derivative، بدنا نوجد المشتقة لمين؟ لواي اللي بتساوي واحد زائد tan hyperbolic x على واحد minus tan hyperbolic x. ما تفكروش الحياة لهالدرجة بسيطة، هون في عندنا كمان جذر ورابع كمان. يلا يا جماعة نشتغلنا شوية شغل هلا مع هاي. مين حابب يساعدني بهاد؟ غير شادن، غير وئام، غير شمس. حكينا لا يا شمس، بدنا حدا غيرك. زهير شو رأيك تساعدني يا زهير؟ في مجال؟ معك، خاف يلا شو عارف تفضل. اخبط. ايش هو؟ لا بنعوض مكان التان هايبربوليك المفروض. تمام. هلا شوف يا زهير، في عنا طريقة تعلمناها بالسكشن اللي قبل هذا بتسهل علينا كثير بهذا الحل. شو رأيك؟ شو بتتذكر؟ ايش أخذنا؟ هيك لما يكون الفانكشن معقد، فياته قوة وفياته سلسلة وفياته قسمة وفياته 100 شغلة وشغلة، كنا ناخذ هيك شغلة صغيرة نعملها تسهل علينا كثير. مش عارف انه نشيل الجذع نعملها قوة ربع مثلا. بالضبط، كيف بدي اعملها قوة ربع؟ يعني كيف حاحاول اخليها هيك بقوة ربع واسهل امور اكثر؟ ناخذ اللين، بذكرك فيها هون كنا نحكي بناخذ الناتشرال لوغاريتم او اللي هو اللين، هذا على سكشن 3.6 يا جماعه. فهلا بناخذ هلا هون اللين فور بوث سايدز. ليش؟ مش لاني انا ما بعرف اشتق هاي، لا نعرف نشتق هاي يا جماعه، بس انه انا بدي اسهل عمليه الاشتقاق فور بوث سايدز. فشو بصير معي؟ لن الواي بدها تساوي لن هذا المقدار، لن واحد زائد تان هايبربوليك الاكس على واحد ماينس تان هايبربوليك الاكس، وهذا كله تحت الجذر الرابع. اوكي يا جماعه، هلا اعتقد ان الفكره بهذا الشغل صارت مالوفه عليكم، فبالتالي خلونا نشتغل شوي بسرعه. جذر الرابع لهذا المقدار شو يعني؟ يعني هي عباره عن واحد زائد تان هايبربوليك الاكس على واحد ماينس تان هايبربوليك الاكس، كلياتها قوة قديش؟ ربع، صحيح؟ وهاي القوة يعني هلأ بقدر إني أنا مثلا أقيم هدول شوي هيك صغيرة، بس هي هيك، وهاي هلأ أكتبها كلياتها قوة ربع، ممتاز. هلأ هاي القوة يا جماعة شو بتصير بالنسبة للين؟ بتصير هاي القوة هون كلياتها إيش مالها؟ برا، صح؟ بحط هاي الربع هلأ هون وبحذفها من هون، خلص بطل هون في عندي ربع. بعديها لن الاي على بي هو عبارة عن لن الاي ناقص لن البي، فهذا بده يصير لن واحد زائد تان هايبربوليك الاكس ناقص لن واحد ماينس تان هايبربوليك الاكس.
تمام؟ فبالتالي بقدر استنتج انه هلا لن الواش بدها تساوي ربع، افتحوا اضبطكم هلا هنا قوس لن واحد زائد تان هايبربوليك الاكس هو عباره عن تان هايبربوليك الاكس بهالشكل، القسمه لا يعني لن الاي على بي بدها تصير لن الاي ماينس لن البي، فبالتالي هلا هذا تصير ناقص لن واحد ماينس تان هايبربوليك الاكس بهالشكل. اوكي ممتاز، اتوقع ما بنقدر نبسط اكثر من هيك، شو رايكم؟ ممكن نبسط المقدار هذا اكثر من هيك؟ ما اعتقد صح؟ نشتق خلاص. خلاص هلا بنشتق، اذا نحكي هلا هون ديفرنشيات بوث سايدز. طبعا with respect to x هاي يعني خلاص صارت معروفة. لأن الواي لما اشتقه بالنسبة للإكس يا جماعة شو بعطيني؟ واي برايم على واي. يلا هلا بدي اياكم انتم تشتقوا لي هذا المقدار ربع، كملي معي يا سارة او يا أمان اللي بتحب. خلاص سارة تمام. لأن الواحد ما دخل اللين واللي هي سيكنت هيدروبليك اكس تربيع بالضبط على واحد زائد تان هايبربوليك الاكس برافو، ناقص مشتقة الثاني هلا سالب سيكنت هايبربوليك تربيع اكس برافو على واحد ناقص تان هايبربوليك اكس برافو. اوكي لعند هون كله تمام يا سارة، هلا انا شو اللي بدي اياه؟ بدي واي برايم ولا واي برايم على بدي واي برايم؟ اذا فبنقل الواي للجهه الثانيه بعوض قيمتها من الاقتران الاصلي برافو، نضرب هلا هون بواي وبنزل هذا المقدار زي ما هو بالضبط. اوكي فاذا بتصفي معنا يا جماعه واي برايم بتساوي الواي بذكركم كانت واحد زائد تان هايبربوليك الاكس على واحد ناقص تان هايبربوليك الاكس كلها تحت الجذر الرابع، وهلا هون ضربنا بربع فخلوا لي الربع برا، شايفين هذا الربع ضربنا فيه فخلوه بس هيك برا، وهون بصير في عندي سيكن تربيع هايبربوليك الاكس على واحد زائد تان هايبربوليك الاكس، هون في عندنا ناقص وهون في عندنا ناقص، اذا هلا هيدا تصير زائد سيكن هايبربوليك تربيع الاكس على واحد ناقص تان هايبربوليك الاكس، وهيك بكون هذا هو المقدار او هذه هي المشتقة تاعتنا. اوكي هون يا جماعة للتوضيح هاي ربع وجذر الرابع، بلاش حدا يحكي لي انه هاي ربع ضرب اربعة، لا هذا ربع وهذا جذر الرابع. اي سؤال عند هون؟ اي سؤال على هذا السؤال؟ اوكي ضل عندنا سؤال اخير حاليا رح احله لليوم، سؤال جدا جدا مهم، بتمنى انكم كتير تركزوا معاي لانه بده شوية شغل. بحكي لي إذا الإكس بتساوي لن القيمة لن السيكن ثيتا بدون كون مطلقة بلس تان ثيتا، فشو ذات إنه سيكن ثيتا بتساوي كوساين هايبربوليك الإكس. تمام شوي بس والله شمس، ايش قصدك بالتبسيط؟ قصدك هون زي ما انا كيف عملت هذا المقدار، كيف قصدك بسطت هذا المقدار يعني؟ تمام هلا هذا هون المقدار يا شمس بقدر اعمله بالشكل التالي، خليني بس اوضح لك اياه بشكل سريع. اوكي اوكي شمس هلا هون احنا اخذنا اللين للطرفين صح، هي هون لين للواي ولين لهذا المقدار تمام. كل التبسيطات تاعتنا بتعتمد على ايش؟ على خصائص اللوغاريتمات، فلازم تكون انت دائما عارفه ايش هي الخصائص تاعت اللوغاريتمات، فاذا مش ذكرها منيح ممكن انك تراجعها من شابتر 1. فهلا لين الواي بدها تساوي اول شيء الجذر الرابع لواحد زائد تان هايبربوليك على واحد ماينس تان هايبربوليك، هذا مش خصائص لوغاريتمات عادي، واحد زائد تان هايبربوليك على واحد ماينس تان هايبربوليك كلياتها قوة 1 على 4 لأن الجذر الرابع بقدر أكتبه 1 على 4، فهذه هي عبارة عن لين 1 زائد تان هايبربوليك الإكس على 1 ناقص تان هايبربوليك الإكس كلياتها قوة 1 على 4. أوكي هاي أول شغلة. هلأ من خصائص اللوغاريتمات إنه لين
الـ A قوة N مثلاً شو بتساوي؟ الـ N هذا كرقم أو كقوة للـ A بطلعه برا، فبصير عندي N لن الـ A. هلأ هذه هون الربع بناء على هاي الحقيقة، يعني بناء على هاي الخاصية بقدر أطلعها لبرا لن، فبتصير عبارة عن ربع لن هذا المقدار، واحد زائد تان هايبربوليك الـ X على واحد ماينس تان هايبربوليك الـ X. هلأ القاعدة الثانية اللي احنا استخدمناها هون، إنه في قاعدة كمان بتقول لك إنه لن الـ A على B، يعني لن حاصل قسمة مقدارين أو رقمين أو ما إلى ذلك، هي نفسها عبارة عن لن الـ A ناقص لن الـ B، وهذا هو برضه اللي هون، هيو لن لمقدار على مقدار، إذا بقدر أخليه لن المقدار اللي بالبسط ناقص لن المقدار اللي بالمقام، فكتبناها بتساوي ربع بين قوسين، طبعا الربع لأنه حيكون مضروب في المقدارين عشان فتحت بين قوسين، لن واحد زائد تان هايبربوليك الـ X، سكرنا القوسية بالنسبة للن الـ A زي عكنها، ناقص لن المقام اللي هي واحد ناقص تان هايبربوليك الـ X. وهيك احنا بسطنا هذا المقدار. تمام التمام، وإيديك يا رب. ريحان اسم البرنامج لايف بورد. اوكي هي لايف بورد اللي بكتب عليه. اوكي يا جماعة نيجي هلا على آخر سؤال زي ما حكينا، سؤال جدا مهم. بحكي لي إذا الـ X بتساوي لن سيكن ثيتا بلس تان ثيتا، بده ياني أثبت له إنه سيكن ثيتا بتساوي كوساين هايبربوليك الـ X. شوف هلا هون دمجين فكرة إنه أنا في عندي هايبربوليك فانكشن مع تراجونومتريك فانكشن، تمام؟ طيب خليني أسألكم أنتم كيف برأيكم ممكن أبلش بحل زي هذا السؤال؟ بعوض مكان كوساين الـ X. حلو. يعني انتو بنظركم انه هاي زي كانها متطابقه وبدي امشي فيها ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، صحيح؟ بالضبط. فانت هلا بايش بدكم اياني ابلش بهاي، صح؟ اوكي ممتاز. هلا هون يا جماعه الرايت هاند سايد هو اللي لازم ابلش فيه، لانه سيكن ثيتا فيش لها شيء غير هيك، هي بس سيكن ثيتا اسمها سيكن ثيتا، بس كوساين هايبربوليك الاكس هو عباره عن ايكو اكس بلس ايكو ماينس اكس على 2، فبقدر ان اشتغل فيها شوي. اوكي خلونا نبلش هيك، كوساين هايبربوليك الاكس اللي هو بيساوي ايكو اكس بلس ايكو ماينس اكس على 2. برافو. بعد هيك شو بدنا نعمل؟ يلا نعود مكان الاكس. ايوه بالضبط. انا معطيكم الاكس هلا لها قيمه معينه، ايش قيمه الاكس هاي؟ لن سيكن ثيتا بلس تان ثيتا. فاذا هلا بالضبط بعوض قيمه الاكس هاي، فهلا هاي بتساوي ايكو لن سيكنت ثيتا بلس تان ثيتا زائد اي قوة سالب لن سيكنت ثيتا بلس تان ثيتا، وكل ياتو على تنين. حدا اللي عند هون عنده اي مشكلة؟ تمام. هلأ بدي شمس، ركزي معي يا شمس. اوكي امان، هلا شمس الايكوالان سيكن ثيتا بلس تان ثيتا شو بتساوي يا شمس؟ يا شمس انا ولا شمس عيسى؟ لا لا انت طبعا، يا انت يا شمس. ايكوالان سيكن ثيتا بلس تان ثيتا، الاي بتروح مع اللان، بتقول سيكن ثيتا زائد تان ثيتا. اوكي هاي سيكند ثيتا بلس تان ثيتا زائد هاي يا شمس ايكو سالب لن، الاي بتروح مع الاي بتروح مع اللن والسالب بتطلع فوق. اها بتصير واحد بالضبط، لانك غلطتي فيها قبل شوي. السالب هاي بتطلع لفوق بتصير هاي ماينس واحد، وخلص هذا السالب بروح، فبالضبط بتصير سيكند ثيتا بلس تان ثيتا كلها قوة ماينس واحد على 2. ممتاز. بتساوي هلأ سيكنت ثيتا بلس تان ثيتا. تاني مرة يا جماعة، شو يعني سيكنت ثيتا بلس تان ثيتا كلها قوة ماينس واحد؟ يعني زائد قديش؟ واحد على المقدار. واحد على المقدار سيكنت ثيتا بلس تان ثيتا. بدناش ننسى انه هذا المقدار كلياته محطوط على 2. برافو. هلا بس بدنا شوية هيك تبسيطات وشوية شغل بهاي وبيطلع الموضوع جاهز. شو بتساوي؟ شو لازم أعمل هلا؟ مقامات. توحد مقامات. واحد مقامات. شو بدها تصير؟ سيكنت ثيتا
زائد تان ثيتا كلياتها فعليا تربيع. تربيع سيكن ثيتا زائد تان ثيتا ضرب سيكن ثيتا زائد تان ثيتا فهي تربيع. طبعا هذا هون المقام تاعه واحد فزائد واحد على تنين سيكن ثيتا زائد تان ثيتا تان ثيتا. لعند هون يا جماعة في حد عنده أي مشكلة؟ أوكي هلا بدنا نكمل نبسط هذا المقدار. بدي أفك التربيع حاليا سيكن ثيتا زائد تان ثيتا كلها تربيع. هات لنشوف شو بطلع معي. سيكن ثيتا زائد تان ثيتا كلها تربيع شو يعني؟ سيكند تربيع ثيتا بلس تنين سيكند ثيتا تان ثيتا بلس تان تربيع ثيتا صح؟ الأول تربيع زائد تنين في الأول في الثاني زائد التاني تربيع. وهنا في عندي زائد واحد بدناش ننسى زائد واحد على هذا المقدار اثنين سيكند ثيتا تان ثيتا. اوكي يا جماعة شو بيساوي هلا هذا؟ بس التنين مش مع السيكند لحالها في قوس ايش بالله؟ صح المفروض تاني مرة يا انه في المقام يكون في عنا قوس مشان ما يكون التنين مضروب بالسيكند ثيتا. سوري انا كاتبها شوي بالله سيكند ثيتا يس 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 هون انا ناسي زائد اساسا. اوكي ثانك يو يا سارة. هي هون زائد وهذا هون اكيد في قوس ساعتها بس انا هون ناسي احط الزائد. اوكي خليني بالله اوضحها احسن. Thank you سارة تاني مرة. هاي هون تنين في سيكند ثيتا بلس تان ثيتا. أوكي هلا هون يا جماعة زي ما حكينا فكينا اللي هي العبارة التربيعية هاي. الأول تربيع زائد اثنين في الأول الثاني زائد الثاني تربيع وفي عندي زائد واحد وهذا هون المقدار كمان كتبناه بطريقة غلط وفقا للي قبليه. فبالتالي نعدله بس بشكل سريع اثنين سيكند ثيتا بلس تان ثيتا. أوكي يا جماعة في هيك متطابق اشي بتعرفوها هون بالبسط تقدروا تستخدموها. طبعا هون عشان نحس عن تربيع لثيتا زائد واحد بتساوي سيكند تربيع. برافو. هون يا جماعه ما تنسوا انه احنا ردينا رجعنا هلا عوين على تريجونومتريك مش على الهايبربوليك. هون فيش عندي ولا حرف اتش شايفين كله تريجونومتريك. فهلا هي عباره عن سيكند تربيع ثيتا بلس 2 سيكند ثيتا تان ثيتا بلس هلا هذا المقدار اللي هو عباره عن تان تربيع ثيتا زائد واحد ما ننسى انه هو عبارة عن سيكند تربيع ثيتا وهذا المقدار كلياته على تنين في سيكند ثيتا بلس تان ثيتا. اوكي بلا ما نكتر حكي على حالنا خلص لشو احط هلا هون في عندي سيكند تربيع وفي عندي سيكند تربيع خلينا نقيم هاي ونحاي نحطها ايش اتنين في سيكند تربيع ثيتا. حدا يا جماعة عنده اي مشكلة عندهم؟ اي مشكلة؟ اوكي ضل عندنا بس خطوه واحده ايش يبالكم؟ بطلع السيكند عامل مشترك. اوكي بطلع السيكند عامل مشترك بس السيكند ولا شو رايك نطلع معه كمان التنين؟ الاثنين ايوه بالضبط هاي تنين سيكند ثيتا. هلا لما اخرج من هون اثنين سيكند ثيتا قديش بضل عندي؟ سيكند ثيتا ومن الثانيه زائد تان ثيتا على تنين في سيكند ثيتا بلس تان ثيتا. وهلأ بكل وضوح هاي مع هاي وهاي مع هاي صفي معي سيكند ثيتا واللي هو عبارة عن الليفت هاند سايد. حدا يا جماعة عنده أي سؤال على هدول؟ أي سؤال يا جماعة على هدول؟ فعلا يا وئام تمام يا جماعة. إذا الأمور كلها واضحة فعندي بس ملاحظة صغيرة. في عندي مثالين راح أنزلكم إياهم خلينا نحكي كهومورك يعني على الجروب وبتحلوهم على جروب الفيسبوك طبعا تمام. برضو هم كلهم على الهايبربوليك هافان فانكشنز خليهم من هون لبكرة أو لبعد بكرة معكم مجال يعني حاولوا قدر الإمكان فيهم مش صعبات يعني مش صعبان يعني مش صعبات بطلت أعرف أحكي يا جماعة بعد هالوقت. المهم مش صعبات بس انه بدكم تفكروا شويه فيهم بالذات واحد منهم يعني اعتقد اذا صار ما صار ما عرفتش حلهم بالضبط فبكره او بعده بنفتح زوم وبنحلهم مع بعض تمام. بنزلكم اياهم على الجروب زي ما حكيت. هلا اذا فيش حد عنده اي سؤال فبنقدر نحكي انه end of section 3.11 وهذا الحكي بعطيني على طول انه end of chapter 3.
يعطيكم العافية وكل التوفيق إن شاء الله.